بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات دوره احتراف وتصميم وتطوير مواقع الويب الشامله اللي بتشمل كل اللغات الاساسيه لتصميم المواقع HTML CSS وجافا سكريبت PHP. معاكم رامي الجنزوري، والدوره دي مقدمه من شركه جي توب ميكس للبرمجيات. موقعنا على الانترنت www.gtmix.org. ده الحلقة رقم 9 من الدورة، ولكن ده الدرس الثامن من لغة ال HTML. احنا طبعا لسه في المستوى الاول. المستوى الاول بيشمل HTML و CSS. فالنهاردة هنتكلم عن الجداول، كيفية انشاء الجداول، وخطة المحاضرة هو انشاء الجداول والتحكم في تنسيق الجدول. معروف طبعا ان الجدول هو عبارة عن صفوف واعمدة زي الجدول اللي قدامنا ده، بيبقى عبارة عن عواميد و صفوف وبيبقى ليها محتويات. طبعا بنستفيد بالجدول ده في المواقع الويب احيانا في التصميم، بحيث ان احنا ممكن نقسم الصفحة او شكل الصفحة، هيكلة الصفحة كده بجدول، ونخلي جزء مثلا للبانر وجزء للموقع وهكذا. وممكن نستفيد بيه في عرض البيانات، يعني ليه اكتر من حاجة. طبعا في الدروس المتقدمة مع السي اس اس هنلاقي ان في برضو تقسيمة الموقع، ولكن بحاجة تانية غير الجدول، خليها في وقتها. طيب ازاي نقوم بانشاء جدول بال HTML؟ يرجى التركيز كويس جدا جدا في الخطوه دي. اولا عشان نعمل جدول، اول حاجه بنعمل تاجز او وسم اسمه تيبل، بيبقى ليه بدايه ولنهايه. هل كده تم انشاء الجدول؟ لا طبعا، بيحتاج حاجات تانيه جواه. لو تفتكروا في الدرس السابق بتاع القائمة المتفرعة، كنا بنعمل OL أو UL وجواها الليست LI LI LI، وكانت الـ OL والـ UL دي كأنها بنعلن عن القائمة، والـ LI أو الليست الحاجات اللي جواها دي عبارة عن الـ items أو العناصر بتاعة القائمة. نفس الشيء ونفس الفكرة، التيبل يعني معناها إن إحنا أعلننا عن إنشاء جدول، وجوه بنبتدي نرسم العواميد والصفوف. طيب تعالوا بس نرجع كده الأول، أنا هوريكم رسمة كده عشان مهمة جدا. لإنشاء الجدول بنحتاج وسمين أساسيين، وهو TD ويبقى له نهاية، البداية ونهاية، والوسم الآخر هو TR وبرضه بيبقى له بداية ونهاية. بيكتب إزاي؟ طبعا في التطبيق هيبان، ولكن الرسمة دي حاول تحفظها، حطها كده اطبعها في ذاكرتك، إن معنى TR يعني صف. لما تيجي تكتب TR و TR صف، والصف لازم له عواميد، تمام؟ يبقى لازم اول حاجة بتكتبها هي TR، كده انت عملت صف، ولكن صف بالعواميد مش هيتعرض. وبعد كده بتروح عامل العواميد فيه اللي هي عبارة عن TD. كل TD عبارة عن ايه؟ عن عمود، تمام؟ طب افرض انت عملت TR جديدة، يبقى برضو لازم تحط فيها تلات عواميد. زي هنا مثلا، لو انا عملت مثلا في الصف الاول عمود واحد اللي هو TD واحدة، يبقى عملت صف جديد بالتي ار، لازم احط فيه كمان عمود تي دي وهكذا. طب عملت مثلا في اول تي ار، يعني هو اول واحده دي هي اللي بتحدد هيكون فيه كام صف، هيكون فيه كام عمود، اللي هي تي ار يعني الصف هيحدد فيه كام عمود، يعني تي ار وعملنا 3 عواميد او 4 عواميد، يبقى التي ار اللي بعدها او الصف اللي بعدها لازم يكون فيه برضه 3 4 عواميد على حسب الاولانيه دي. هيبان اثناء التطبيق، ولكن احفظ الشكل ده. TR بدايه ونهايه يعني صف، TD العواميد بتاعه الجدول. بالممارسه وبالتطبيق هتبقى الحكايه تلقائيه معاك، اما تيجي تتوه ارجع للمنظر ده جدول وهكذا. طيب احنا قلنا ان في جدول تيبل اعلنا عنه. لو على الحال ده كده ونيجي نعمل ريفرش مش هنلاقي فيه اي حاجه. طيب هنعمل صف بالتي ار بدايه ونهايه، هل كده لو كتبنا فيه حاجه هتبان؟ لا غلط، غلط كبير كمان. ليه؟ لان انت خليته صف بلا اي عواميد. لازم اقل حاجه تعمل عمود واحد، يعني جوه التي ار لازم تعمل على الاقل عمود واحد كده، يعني مثلا تي ار خلاص اوكي، وجواها عمود تي دي بدايه ونهايه عشان يبان اكتب فيه اي حاجه، تمام؟ مثلا ايه هنسميها دي ايتم 1 يعني، او العنصر رقم 1. ده نص عادي اللي هو بيتعرض طبعا فيها. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل.
ايتمام ايتمام. طيب بس في حاجه بس عشان يبان التقسيمه، ان طبعا التيبل ليه بارامترات والتي دي ليه بارامترات. دي بقى ايه هناخدها في التنسيق، ولكن انا هعمل بس حاجه عشان تبان بوردر بارامتر بوردر يعني الاطار 1 واحد عشان يظهر التقسيمه اهي. اهو ايتم 1 اصبح عباره عن في صف وعمود واحد. طيب على الحال ده كده لو عايزين نعمل كمان صف بعمود واحد ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه هنروح عاملين تي ار كمان مره تحتها بدايه ونهايه ليها، وفي وسطها كمان واحده تي دي كده، وهنسمي ده مثلا ايتم 2. المنظر المتوقع ايه؟ متوقعين ايه؟ احنا عملنا صفين صفين يعني فوق وتحت وعمود واحد، احنا لسه كده عمود واحد. المنظر هيبقى كالتالي اهو ايتم 1 ايتم 2. تمام اظن وضحت الفكره. تي ار عبارة عن، تعالوا نشرحها كده. تي ار عبارة عن صف في تي دي، التي دي ده اهو ده العمود وهكذا. طيب لو عايزين نعمل في الصف الواحد عمودين يبقى جوه التي ار هتعمل لي التي دي اللي انت عايزها بداية ونهاية، وهنقول ده مثلا ايتم 2 سي مثلا 2 وده سي 1. وطالما عملت هنا اتنين عملت هنا عمودين يبقى لازم كمان في الصف ده اعمل عمودين برضو، لازم عشان ما يبقاش في حاجة كده يبقى في مثلا العمود شكله كده مش ظاهر او في عنصر كده ناقص، وهنبين ايه الفكرة. ده مثلا item 2 سي 1 سي 2 سيف، هتبقى دي النتيجة. ايتم 1 سي 1 ايتم 2 سي 2. يبقى الصف الاول ده كده اسمه صف اصبح فيه عمودين، والصف الثاني اصبح فيه برضو عمودين، يبقى النتيجة ان الصفوف اصبح فيها عمودين. جميل جدا. طب تعالى كده مثلا لو هنشيل ده، لو هنشيل ده على الوضع، هنشيل ده وهنخلي فيه عنصر واحد بس او فيه عمود واحد بس، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى في واحد ممسوح اهو، في واحد ممسوح. الجداول محتاجه تطبيق جامد جدا يا جماعه عشان تتعودوا عليها. اوكي طيب كمان بقى هزود كمان عمود ثلاثة ثلاثة item او item 2 سي 3 سي 3. تمام طبعا انت ممكن تكتب اي حاجه بس انا بوريك على سبيل المثال، مش وهنعمل دلوقتي مثال بمثال بالكتب او باي شيء اهو وهكذا. اذا كل لما هتزود في التي ار، التي ار بس مجرد انها بتعلن عن صف، والتي دي العواميد او العناصر، يبقى بنكتب فين العناصر اللي احنا مراد اظهارها او عرضها؟ بنكتبها فين؟ بنكتبها في وسط التي دي مش التي ار. التي ار ما بنكتبش في وسطها اي حاجه الا الوسومات بتاعه التي دي، وجوه التي دي بنكتب النص اللي احنا عايزين يتعرض في الجدول. جميل جدا. تي ار صف بنعمل فيه 3 تي دي، يبقى كده احنا عملنا 3 عواميد وهكذا. طيب تعالى كده نعمل كوبي بيست للتي ار دي ودي ونشوف ايه اللي هيحصل، ونغير بس كده بحيث ان نخليها دي 3 3 3 ونعمل سيف. تم اضافه صف بثلاث عواميد وهكذا. طيب جميل جدا جدا جدا. افرض انا مثلا جيت في الصف الاولاني ده او في اي واحد من دول، ده او ده او ده، وقلت طب انا عايز اعمل بس عنصر واحد، يعني انا عايز بس مجرد ان دي تبقى عنصر والباقي ثلاثة عادي، اعمل ايه؟ كده انت مش هتستخدم التي دي، لا انت هتستخدم حاجة واحدة بس اسمها تي اتش، ولازم التي اتش يبقى لها كول سبان، او ان انت بتحدد مثلا الجدول ده فيه كام عمود، واحد واحد اتنين ثلاثة. تمام يبقى لازم تكتب التي اتش كول سبان عباره عن 3، يعني ايه؟ ادمج لي الصف ده
في يعني كأنه ايه، كأنه بالتلاتة اعمل لي الصف ده عمود واحد بالتلات عواميد، دي معنى كلمة كول سبين، يعني تلاتة تمام. لو هنا اربع عواميد يبقى هنا هيبقى اربعة وهكذا. طيب ممكن دي نعملها ايه بقى، نعملها مثلا just one refresh، ده المقصود وهكذا. جميل جدا جدا، اظن الحكايه اصبحت سهله. طب حد ممكن يقول لي مثلا في في حاجه كمان مهمه جدا احنا بنعملها كعنوان، هي مشابهه بالتي اتش كده، ولكن هي بتبقى بعد التي دي، بعد التيبل، مش بيبقى لها مش جوه التي ار ولا جوه التي دي، حاجه اسمها كابشن، يعني زي وصف او العنوان. بنكتب جوه الكابشن ده مثلا ايه، تايتل، العنوان بتاع الجدول. نعمل ريفريش اهو، مش بتبقى عباره عن جوه، يعني هي مش بيبقى مثلا صف جوه جدول او الكلام ده، لا بيبقى بس مجرد عنوان للجدول خارجي، مش بيظهر جوه الصفوف ولا العواميد كده. الحكايه اظن بقت واضحه وسهله جدا. طب تعالوا نطبق مثال بقى من الصفر عشان بعد كده نخش على التنسيق. هنطبق مثال دلوقتي، مثلا هنقول عندنا تيبل تمام، هنفتحه وهنقفله، وهنتكلم مثلا عن الايه، خلينا زي المثال اللي فات، او نعمل مثال جديد عباره عن اسماء ناس مثلا المشتركين على موقعنا تمام. فهنعمل تي ار، تي ار كده عملنا صف، اول عمود تي دي هنخلي اسمه ايه، اسمه النيم، يعني نيم اسماء الناس اختصارا للوقت. مثلا ايدج، وبعد كده هنعمل ايميل، وبعد هنعمل حاجة رابعة بعد كده خلاص الايميل، وبعد كده ايه مثلا كانتري، كانتري تمام. على الحال ده كده ريفرش، نيم ايدج ايميل كانتري، وهنعمل بوردر عشان برضو ايه تبان التقسيمة، بوردر 1 نيم ايدج ايميل كانتري. جميل جدا، يبقى معنى كده ان احنا لو هنحط مثلا بيانات ثلاث اشخاص، بيانات ثلاث اشخاص بكل بساطه اعمل كوبي بيست اهو كده، احنا عملنا ايه، عملنا صف جديد، صف جديد بالثلاث عواميد. ما علينا الا ان احنا بس نحط، لو تلاحظ النيم هنا اول حاجه، يبقى هنا كمان اسم اول شخص، مثلا محمد، الايدج مثلا 37 سنه، الايميل مثلا اي حاجه، m@yahoo.com مثلا، الكانتري هنخليها ايجيبت تمام، يا النيم محمد اتش 37 سنه، الايميل الايميل الكانتري ايجيبت. كمان حد، ونلاحظ ان انا لما بعمل كوبي بيست لازم اعمل تي ار عشان ما حدش يفتكر ان انا برص جوه التي ار، يعني لو انا مثلا عايز احط بيانات الشخص ده بحطها بدون تي ار غلط، هتبقى كأن انت كده عملت ست عواميد او ثمان عواميد. طيب كمان، كمان حد، مثلا النيم خليها هنا، الايدج هنخليها 2 year سنتين، الايميل هنخليها هنا at gtmx.org، الكانتري هنخليها مثلا USA. ريفرش اهو وهكذا. جميل جدا جدا جدا، سهلة اظن دلوقتي بقت واضحة اكتر، بقت واضحة وبسيطة جدا. طب خليني المرة دي اعمل ال TH، بس ممكن اعملها في النص، ممكن تعملها في النص، ممكن تعملها في الاخر، ممكن تعملها في الاول، مش فارقة. ال TH دي زي الايه، التصنيفات يعني. يعني خلينا قبلها انا مثلا وهنعمل واحدة برضو TR، TR خلي بالك التي اتش لازم تتحط جوه تي ار، مفيش حاجه جوه الجدول ما ينفعش تتحط جوه تي ار، لازم كله يتحط جوه تي ار، ضروري جدا المعلومه دي تخلي بالك منها. طيب تي ار وهنعمل جواها تي اتش، ولازم طبعا الكول سبين، البارامتر بتاع الكول سبين. هنعمل بقى ايه هنا، هنكتب رقم كام، واحد، في كام تي دي في الجدول او كام عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى خلي تي اتش دي واحدة
بالأربعة. ومثلا هكتب هنا users under مثلا 10 years. تمام. وطبعا ال th بداية ونهاية. refresh اهو user under 10 years راح كتب لك اسم هنا سنتين وهكذا. حلو قوي قوي قوي. جينا للنقطة التانية وهي تنسيق الجدول. هننسق الجدول ازاي؟ معنى تنسيق الجدول يعني الشكل بتاعه. يعني على سبيل المثال هنا انا عملت في البوردر 1 فعمل لي ايه؟ عمل لي زي اطارات. طب افرض انا عايز اغير الباك جراوند بتاعت التيبل اللي هي الالوان، هعمل ايه؟ حبة بارامترات هناخدها بسرعة. أولا تعالوا نبتدي بالألاين. الألاين يعني المحاذاة، يمين شمال لمين سنتر. لو خليناها مثلا سنتر هنخليها في النص. ريفرش هنلاقي إن الجدول أصبح في النص. جميل جدا. طيب السايز بتاعه هناخد السايز بتاع الويت أو العرض. ممكن نعملها بالنسبة أو بالبكسل، يعني 500 مثلا أصبحت 500 بكسل. تمام. أو لو خليتها بالنسبة، لو طبعا لو 500 بكسل وجيت حاولت ان انا احرك او عملت تغيير حجم للبراوزر هتلاقيها ثابته، ولكن لو خليتها مثلا بنسبه 60% من حجم الشاشه هتلاقيها بتختلف، بتصغر وبتكبر على حسب حجم الشاشه. تمام. تمام جدا. خليها 80% عشان تبقى كبيره شويه اهو. تمام جدا. تعالوا نشوف برضو الالوان. هنا بنعمل بي جي كولر، يعني بنختار لون هنخليها مثلا يعني اللون اللي هو اللي كان فيه اللون تاني فاتح شويه. اوكي ما علينا. انت ممكن طبعا بتكتب او بتختار زي ما انت عايز. يعني ممكن اعملها مثلا سيلفر، يعني فضي، اللون الفضي. ريفرش اصبح الباك جراوند لونه سيلفر وهكذا. طيب هننسق، ممكن ننسق كمان العواميد. يعني احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا هنا ممكن ننسق مش العواميد بس، احنا ممكن ننسق عنصر عنصر كمان. يعني عبارة عن مربع مربع كده ننسق الشكل بتاعه وهكذا. يعني لو مثلا نخلي النيم هنا نروح عاملين كده، وتعالوا نشوف السايز الاول واللي هيحصل بالنسبة للحجم. يا جماعة دي مهمة جدا. اللي هيحصل هنا في النيم هو اللي هيحصل في محمد فهانة بالنسبة للحجم. يعني لو انا عملت جيتا هنا ورحت مغير الحجم يبقى هيتغير تلقائيا هنا وعند هنا كمان. طيب تعالوا نشوف. لو جينا عند مثلا الحجم هنخليها تبقى عبارة عن كام؟ مثلا 100 100، يعني 100 بكسل. ريفرش اصبحت 100 صغيرة. طب خليها لي 200 عشان نكبرها شوية. ريفرش اهي اصبحت 200. ده كده 200 بكسل. برضو ممكن نعملها بالنسب، يعني نخليها عبارة عن 10% 20% 50% على حسب الحجم بتاع الجدول. هتمشي على حسب حجم الجدول. طيب نكمل. افرض انا دلوقتي جيت في النص، يعني سبت اول عنصر بتاع النيم وجيت عند محمد ورحت خليها 300 المرة دي، ايه اللي هيحصل؟ عادي خالص، هتطبق على الباقي تلقائيا. المهم ان انت لو عملت حاجه واحده، عشان كده ما ينفعش ان انت تخلي النيم مثلا 300 ومحمد 100 وهنا 700. لا، لازم تعمل حاجه واحده بس بتطبق على كله. ده بالنسبه للحجم او العرض. تمام. ولكن في حاجات تانية زي مثلا البي جي كولر دي بتبقى ايه؟ عنصر منفصل. يعني مثلا نخليها دي لونها ابيض، شوف اللي هيحصل. هنا بس اهي، هنا بس، لكن محمد ما حصلوش حاجة ولا هنا حصل لها حاجة. يبقى لو لون، لو ألوان، يبقى أنت لازم تفضل تحط في كل واحدة من دول نفس التثبيت. يعني هنا ومحمد برضو. طبعا بالنسبة للبارامترات دي قلنا مش بتفرق، بتحطها بعد العرض أو قبل العرض مش مشكلة. يبقى محمد كده. طب أنا عايز بقى ده لون تاني محمد، يعني يبقى في كده تنوع شوية، فهديله مثلا الإيه اللون اللي هو ده. تمام. طبعا في غلطة ان هي ما اتقفلتش، المفروض تتقفل. اي قيمة لازم تتحط ما بين علامتين تنصيص. ريفرش اهو وهكذا. بعد كده خلينا الباك جراوند بتاع هنا وهنديها اي لون احنا عايزينه، نخليه ابيض برضو مش مشكلة، وسيف. اوكي
جميل جدا. الكلام ده برضو يتطبق على الباقي بقى، على الايدج، على الايميل، على الكانتري، عنصر عنصر. وبالنسبه للاحجام بتخليها موحده. التي اتش برضو نفس الشيء، بنيجي عند التي اتش او اللي هي اللي بتبقى عباره عن عمود واحد او عنصر واحد بيساوي الاربعه، نفس الشيء بيجي كولر وبتديله اللون اللي انت عايزه وهكذا وهكذا. اعتقد ان الحكايه سهله جدا. وبرضو على فكره في حاجه جوه العواميد، انت ممكن تعمل اي شيء، او جوه العناصر ممكن تعمل تكتب اي شيء غير النصوص. يعني ممكن تكتب او تنسق مثلا بي، يعني بولد، يعني خلي الايدج مثلا تبقى عباره عن نص عريض كده. بص ركز على الايدج ده، بص اهي اصبحت ايه، تخينه. ممكن تحط صور، ممكن تحط روابط، ممكن تحط تنسيقات زي ما انت عايز بقى، اللي هي بتاعت البي اتش بي بتاعت اسف الاتش تي ام ال، زي مثلا الفونت كولر هنخليها اي حاجه مثلا بلو او اللون اللي هو ازرق ده، وادي البدايه وادي النهايه، ريفرش اصبح ايه الايدج لونها ازرق وهكذا. حكايه سهله، حكايه بسيطه جدا. هنحتاج تطبيق التطبيق ده ان احنا نعمل تقسيمه جدول. هو يعتبر كده الدرس خلص، يعني في الدقيقه اللي احنا فيها دي الدرس خلص. ولكن اللي عايز يكمل معانا كزياده يشوف معانا التطبيق بتاع الجدول، ان احنا نقسم الصفحه ازاي. طيب لو انا مثلا بقسم صفحه ويب بتاعت موقع ويب، اول حاجه هعملها او هحتاجها هحتاج تي ار. تمام، التي ار دي هتبقى عباره عن مثلا البانر، فحط فيها تي دي. البانر ده يعني الحته اللي فوق اللي بتحط فيها اللوجو بتاع الموقع او كده. وبرضه بديها طول، ممكن اديها كمان طول ده كده معناها هاي يعني طول. ممكن اديها بالبكسل او بالنسبه، لكن لا طبعا بكسل، الطول مش بالنسبه، الطول بالبكسل، العرض بس اللي بالنسبه. دي معلومه مهمه جدا. هدي لها مثلا 150، يعني معناها 150 بكسل. وبعد كده هتصبح بالشكل ده، جميل جدا. وبعد كده هاجي مثلا تحت هحتاج ايه، هحتاج كمان واحده تي ار عشان اعملها لقائمه الموقع. ده طبعا يعني تقسيمه سريعه كده او تصميم سريع. ودي برضو بديلها طول، الطول ده هدي خليه مثلا قد 70، يعني معناها 70 بكسل. وتعالى نكتب فيها مثلا المنيو، تمام. وتعالى نكتب فوق في اللي احنا عملناه في الاول دي، تعالى نكتب في دي مثلا اللوجو. وبعد كده بنروح عاملين، لو عملنا سيف نشوف النتيجة. ادي اللوجو، ادي المنيو، ممكن المنيو نصغرها شوية كمان، ممكن خليها قد 50. بعد كده بننزل تحت، وبعد كده بنعمل كمان واحدة تي ار، تمام. والتي ار دي بنخليها هي المحتوى، او الصف ده بنخليه هو المحتوى. فبنعمل تي دي، وبعد كده بنعمل كونتنت، وبرده ده بقى بنخليها مش بنديلها طول المحتوى، بنخليه تلقائيا. ليه؟ لان احنا هنا مثلا احنا عارفين هنا البانر اللي هنحطه حجمه قد ايه، طوله قد ايه، نفس الشيء القائمه. ولكن الكونتنت ده بنسيبه، لان انت ما ممكن تكتب موضوع طويل عريض يبقى مش متحجم بطول معين، لا تخليه يطول زي ما هو عايز، عشان كده مش بنحط له طول. اظن واضح الحكايه وسهله جدا. في حاجه اخيره مهمه جدا جدا لازم تعرفها، وهو واسم اسمه في الاين. الفي الاين ده مهمته، حتى هتلاقي اهو القيم بتاعته ميدل توب بوتوم وهكذا، لا توب بتخليه توب. ايه هو مهمته؟ تعال نحذفه ونكتب كاننا بنكتب موضوع، اي موضوع كبير لو انت بتكتبه مثلا او كده، بس دي مش هتبان هنا. يعني لو عملنا مثلا عمود كمان هنا، تمام، او عملنا جدول بعمود وجينا في جد في 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 الجدول طول 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 طول، هتلاقي ان النص ده بينزل معاه مش بيبقى فوق كده. يعني تعالوا كده بسرعه عشان ابين الفكره اكتر. لو عملنا كمان جدول، يعني احنا ممكن نعمل جدول جوه جدول، ممكن تعمل كل حاجه. خلي بالك انا هنا في الجزء بتاع المحتوى،
انا هنا في الجزء انهي الجزء بتاع المحتوى، هعمل جواه جدول عشان اقسمه عمودين فقط، واحد للمحتوى وواحد لقائمة الموقع مثلا يعني، او لاي ايا كان الجانبي. فنعمل تيب بداية ونهاية، وخلي بالك انا بعمل جدول جوه جدول، بعمل جدول جوه هنا العنصر ده عادي خالص مفيش اي مشاكل. وبعد كده العرض هخليه يبقى عبارة عن برضو هخليه 90%، 90%. وبعد كده هروح عامل التي دي اسف تي ار، تمام. يبقى انا كده عملت صف، والصف ده يبقى فيه عمودين اللي هو تي دي واقفل، وكمان واحدة تي دي واقفل. لاحظ ان التي دي دي معناها ايه؟ شمال، يعني هي اول عمود شمال، والتي دي ده معناها اول عمود بعد كده، يعني دايما اللي فوق ده بيبتدي من الشمال. هنخلي مثلا ده بتاع اللي هو في الشمال ده هيبقى بتاع المحتوى، فهنخليه مثلا يبقى الحجم بتاعه بنسبة بنسبة كام؟ احنا هنخليها برضه بالمية، فهخليه بنسبة مثلا 70%، تمام. ونفس الشيء ده هخليه بنسبة 30% الباقي، يعني النتيجة هتكون كده. انا مش كاتب اي حاجة فيه بصحيح، لازم اكتب عشان يبان. هخلي ده content المحتوى، وده عبارة عن مثلا ايه left side. ممكن تحط فيه اعلانات، ممكن تحط فيه اي حاجة انت عايزها. refresh اهو، ادي الكونتنت وادي ليفت سايد. طب ليه مش باينه التقسيمه؟ لان انا مخلي هنا التيبل بدون اي بوردر، البوردر مخليه صفر. يعني لو عملت بوردر خليه واحد هتبقى النتيجه كده. ادي الكونتنت وادي الليفت سايد، وممكن اخليه كمان خليها اكبر، خليها نسبه 99%، وهعمل له محاذاه الالاين، خليها سنتر. اصبح كده كده جميل جدا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الفكره اللي انا بتكلم فيها، سبب الفي الاين دي. طب لو جينا مثلا هنا الليفت سايد وهنا الكونتنت، هنا جينا عند الكونتنت وكتبنا اي موضوع، كتبنا اي موضوع، خلينا نعمل بري. ايه هو البري دي؟ البري ده بيعمل ايه للناس اللي هي حاضره معانا؟ ده اللي هي بتكتب اي بتعمل اي موضوع مسافات بدون البي ار البريك، تمام. بص ايه اللي هيحصل. الموضوع اهو تمام، بس الليفت سايد نزلت، كلمه النص بتاع الليفت سايد نزل ما ثبتش فوق. عشان كده مهم جدا ان انت في كل واحده من التي دي في الجدول ان انت بتعمل لها ايه، بتعمل في الاين وبعد كده تخليها توب. جيت عند بتاعه الجزء او العنصر بتاع الليفت سايد، خلي بالك اعمل ريفرش. خلاص كده سبت فوق. اكتب بقى وطول في الموضوع هنا زي ما انت عايز، مش مشكله. هي الليفت سايد اصبحت فوق ثابته، او النص اصبح فوق ثابت. طيب لو لغينا بقى، تعالى نلغي كده كل البوردات دي عشان نشوف هيبقى المنظر عامل ازاي. هنخليها صفر، ونخلي ده كمان صفر، ونعمل سيف اهو. اظن الحكايه بتتضح اكتر. حد يقول لي طب انا عايز اخلي شمال، او اخلي مثلا لو انا بعمل الموقع عربي وعايز كله يبقى يمين، انا فعلت الاطارات تاني، عايز كله يبقى يمين بدل ما هو كده. بكل بساطه بتجيلي عند الجدول، عند الجدول خلي بالك، وبتعمل داير يعني دايركشن ار تو ال، ار تو ال رايت تو ليفت. خلي بالك انا جيت عند حطيتها في التيبل، ما حطيتهاش في التي دي ولا في تي ار ولا في تي اتش، لا حطيتها في التيبل نفسه في البارامتر بتاع في التاجز بتاع التيبل. بص ايه اللي هيحصل، كله اتبدل، كل اللي جواه اتبدل، كله بقى بادئ من اليمين، اللي هو اصلا شمال بقى يمين. يبقى انت كده قلبتها موقع عربي، ممكن تكتب بالعربي زي ما انت عايز وهيبقى مظبوط. اوكي بكده يكون انتهى درس النهارده. يا ريت تطبيق طبعا زي ما احنا متعودين، اعمل جدول، ابتدي قسمه، حاول تقسمه زي ما احنا قسمناه دلوقتي. لو كان في حاجه مش واضحه في الموضوع راسلنا واحنا هنرد عليك، وبعت لنا المثال اللي انت هتعمله واحنا برضو هنبعت لك تعليق لو كان في اي خطأ في اي شيء هنلفت نظرك لده. في مواقع بتتصمم، انت لما تيجي تصمم موقع ان شاء الله في المستقبل هتصممه كده، ولكن مع السي اس اس هيبقى التنسيق اقوى من كده بكتير. يعني انت
ما تقلقش مثلا تقول لي طب ايه ده، طب الالوان، طب انا هفضل اكتب في كل مثلا كل واحده من دول الفونت وبتاع، وهعمل حاجات تنسيقات الالوان كده، ده حاجه طويله. هقول لك اصبر، السي اس اس هتسهل لك كل ده، وهتديك تحكم اقوى في الجدول وفي شكله وفي نوع الخط وفي الحجم بتاعه الى اخره. فما تقلقش، فقط تابع معانا، مستنيين يا جماعه. وحاول لما تيجي تنسق الجدول او تعمل تصميم تطبيق خليه بالامثله اللي فاتت، يعني دخل في الجدول النصوص والصور والروابط وكمان القائمه بتاعت القوائم اللي هي التفريعيه، كل حاجه. ارجو ان يكون الدرس سهل، ونتابع مع بعضنا ان شاء الله، ومنتظرين استفساراتكم على academy@gtmx.org academy@gtmix.org. شكرا على المشاهده.